كمان في المشهد وبالتزامن مع العدوان على غزة واستمرار لهاي الحرب والجرائم والإبادة الجماعية اللي بيقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا هناك في غزة، ردود الفعل على المستوى العالمي والدولي كانت كتير كبيرة على المستوى الشعبي للدول تحديدا الغربية. اليوم رحالنا في الدنمارك وتحديدا أنه المظاهرات الحاشدة في المدن الدنماركية على رأسها العاصمة كوبنهاغن قامت بتنظيم طبعا فعاليات عدة للخروج إلى الشوارع. كانت هذه الفعاليات منظمة من قبل جمعية دنماركية بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات فلسطينية في الدنمارك. الحراك الفاعل في الدنمارك كيف كان؟ بنتعرف عليه أكثر مع رئيس المنتدى الفلسطيني بالدنمارك حسين خضر. معنا الآن أستاذ حسين من كوبنهاغن. أستاذ حسين صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا بكم، يا مرحبا. أهلا ومرحبا بحضرتك أستاذ بسم حسين. الله. بنحكي عن التضامن في الدنمارك ومن الدول اللي كان فيها الحضور الشعبي فاعل والنزول إلى الشوارع للتضامن مع فلسطين وتنديدا بهذا العدوان. كمان كان في حراك واسع في البلاد، بالتالي كيف بدأ التضامن الدنماركي مع فلسطين خلال العدوان مع غزة أستاذ حسين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية اسمحي لي أن أترحم على شهدائنا الأبرار، أترحم على الأطفال وعلى الأشلاء وعلى النساء الذين يسقطون في كل يوم وفي كل لحظة وفي كل ساعة بهذه المجازر التي يرتكبها المحتل الغاشم في قطاع غزة. أن أترحم على شهدائنا في الضفة الغربية وفي كل مكان، وفي نفس الوقت يعني أن نبرق تحية إجلال وإكبار إلى هذا الشعب العظيم الذي يقف أمام آلة الحرب وأمام آلة هذا المحتل الغاشم الذي يعيث في الأرض أو في أرض فلسطين قتلا وتنكيلا. حتى الشجر والحجر لم يسلم منه، حتى بيوت الله سبحانه وتعالى من مساجد، حتى الكنائس لم تسلم، ولا المستشفيات ولا المدارس. ولذلك كان لهذه الأعمال التي تخالف قوانين الشرعية الدولية وتخالف الشرائع السماوية صدى كبير جدا على صعيد الشارع الدنماركية. أحاول المحتل، أنت تعلم يا أختي أن الدنمارك هي دولة إحدى دول الاتحاد الأوروبي، وفيها يعني قصد كبير جدا من الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير عن حرية الرأي. فنحن هنا في هذه الديار يعني نحصل على تراخيص رسمية من قبل السلطات في الدنمارك، ثم نقوم يعني في مسيرات واعتصامات على صعيد الشارع الدنماركي بشكل عام. ولكن في يعني هذه الحرب بالذات كان صدى للرأي الفلسطيني وللسردية الفلسطينية صدى كبير جدا، لما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من مجازر ومن قتل وتنكيل كما ذكرت لك، من إبادة جماعية يعني ترتقي إلى مستوى لم يشهده التاريخ المعاصر، من قتل للأطفال ما يزيد على 25,000 شهيد الآن في قطاع غزة، جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين والعزل. حاول المحتل الغاشم في بداية الأمر أن يسوق لسرديته، ولكن السردية الإسرائيلية حقيقة لم تنجح، وبدأت السردية الفلسطينية تشق طريقها في الشارع الدنماركي. فبدأ الدنماركيين الأصليين في تغيير المزاج، تغير المزاج العام الدنماركي. ولذلك لو لاحظت يعني في مقدمتك الكريمة أن هذه المظاهرات والاعتصامات والمسيرات التي يعني زادت على 350 فعالية
من مظاهرة واعتصام، نعم أكبرها كان في العاصمة الدنماركية، زاد على 100,000 وما يزيد. يقول يشترك معنا فيها جهات رسمية دنماركية نعم طيب منهم هاي نواب المشاركة ومظاهرات. الواسعة أستاذ حسين، وتحديدا وفق ما ذكرت بأنه كمان مواطنين دنماركيين شاركوا في هاي المسيرات، وكمان كان في شخصيات بارزة وشخصيات فنية كمان مشاركة في هاي الفعاليات، هاي المشاركة بهاي الطريقة يعني شو بتعكس؟ يعني كما ذكرت لك أن السردية الفلسطينية والواقع الفلسطيني فرض نفسه على الشارع الدنماركي لما يشاهدونه من مجازر ترتكب ومن إبادة جماعية. لذلك من أعظم ومن أكبر الاعتصامات التي قمنا بها لمدة 3 أيام هي عرض 300 تابوت 1500 تابوت ونعوش لأطفال فلسطينيين استشهدوا في قطاع غزة لمدة 3 أيام. الآلاف من الدنماركيين الأصليين جاءوا لزيارة هذه التوابيت والنعوش وسجلوا أسماءهم، ولذلك كان لها صدى كبير جدا. هناك سياسيين، هناك حقوقيين، هناك أعضاء برلمان، أعضاء مجلس بلدي يشتركون معنا في المسيرات والاعتصامات. بل إذا قلت لك أن من ضمن برامجنا التي نطبقها على صعيد الشارع الدنماركي أن معظم الكلمات هي لدنماركيين باللغة الدنماركية أو لأناس فلسطينيين يتحدثون باللغة الدنماركية. يعني لم نوجه خطابات ولا كلمات باللغة العربية بشكل كبير. كان التخطيط على الشكل التالي، أن تكون الكلمات معظمها في اللغة الدنماركية حتى توصل الرسالة للشعب الدنماركي الذي الآن يعني بمجمله يقف إلى جانب عدالة القضية الفلسطينية. نحن نرفع شعارات في هذه المسيرات والاعتصامات. الشعار الأول هو وقف الحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة فورا. ثانيا، فتح الحدود والسماح للقوافل الإغاثية والإنسانية والطبية للدخول إلى قطاع غزة لإغاثة هذا الشعب المظلوم، هذا الشعب المسكين الذي يقتل بلا جريرة، إنما فقط لأن الاحتلال والعدوان يريد التنكيل بهذا الشعب. فالمشكلة الآن في قطاع غزة لم تعد مع فصيل فلسطيني أو مع جهة فلسطينية معينة، إنما هي المشكلة مع الشعب الفلسطيني برمته، لأن الشعب الفلسطيني الذي يقتل في قطاع غزة. ثم نرفع شعار وهو تطبيق قرارات الشرعية الدولية التي الدنمارك تعترف بها والاتحاد الأوروبي. قرارات الشرعية الدولية تعتبر أن كل الأراضي التي احتلت عام 1967 لعند حدود الرابع من حزيران 67 بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية هي أراضي فلسطينية محتلة. وإذا بما أنها أراضي فلسطينية محتلة، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والشرعية الدولية يعترفون بذلك ويقرون بذلك. نعم إذا على المحتل أن ينسحب فورا من هذه الأراضي الفلسطينية حتى يعني تتوقف هذه الحرب أو هذه المعركة إلى حد ما. أستاذ على حسين، نعم بالنسبة للحراك الفاعل للشعوب تحديدا الشعوب الغربية، جرائم الاحتلال الفظيعة وهي الأعداد المرتفعة من الشهداء لا سيما في أعداد الأطفال والنساء كانت دافعا للناس، لكن كمان اليوم في دور مهم بتقوم به الجاليات الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية، كيف بتوصف هذا النشاط أستاذ حسين؟ وأيضا رسالتكم للجاليات الأخرى في الدول الأخرى لأهمية نشاطهم وإنهم يكونوا أكثر فعالية في هاي القضية. يعني مما لا شك به أختي الكريمة أن وجود المؤسسات والجمعيات الفلسطينية الفاعلة والنخبة الفلسطينية على صعيد القارة الأوروبية بشكل عام لعب دورا اساسيا بالحراك الفلسطيني، ليس فقط في هذه المعركه في معركه طوفان الاقصى، انما ايضا لعب دورا يعني منذ عشرات السنين
والحراك في أوروبا لا يتوقف، هذا الحراك المقنن، لأن معظم الجمعيات الفلسطينية على صعيد القارة الأوروبية هي مرخص لها من قبل الدول الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي، وحتى أن العدد الكبير من الفلسطينيين يحملون جنسيات هذه البلاد، هم فلسطينيين ولكن يحملون جنسيات هذه البلاد ولهم الحق في التعبير عن آرائهم والدفاع عن شعبهم وعن قضيتهم وفق مقتضيات القانون والعرف الدولي الموجود في دول القارة الأوروبية. لذلك النخبة الفلسطينية لها دور بارز ودور فاعل في قيادة هذه المظاهرات والاعتصامات والفعاليات والتنسيق والتشبيك أيضا مع المؤسسات الدنماركية. يعني المؤسسات الدنماركية تشبك أيضا وتبني علاقات وطيدة جدا مع هذه المؤسسات الفلسطينية المرخص لها ضمن القانون الأوروبي. لذلك كان الصدى قوي جدا، بالإضافة لما يرتكبه المحتل من قتل وتنكيل وجرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة، حتى وصل الأمر الآن إلى بعض المتطرفين من حكومة اليمين المتطرف في دولة الاحتلال أن تنادي بتهجير أهالي قطاع غزة. البارحة معظم الدول الأوروبية بل كل الدول الأوروبية بدون استثناء يعني استنكرت هذا الكلام، أن يخرج من بعض الوزراء الإسرائيليين بخصوص تهجير أهالي قطاع غزة، فكان الكلام أن قطاع غزة هو للفلسطينيين ولا يحق لدولة الاحتلال ولا للمحتلين أن يهجروا هذا الشعب، يعني يريد أن يعيدوا نكبة عام 48 ثانيا. فإذا استطاعوا أن يسوقوا مجازرهم في كفر قاسم والطنطورة ودير ياسين وغيرها من البلدات الفلسطينية عام 48 لضعف الإعلام آنذاك، ولكن نحن الآن نعيش في عام نعم 2023 حيث وسائل التواصل طيب، الاجتماعي والإعلام الحر وغير ذلك. هذا صحيح أستاذ تفضل. حسين، يعني بنقدر نحكي بأنه هاي الحراكات راح تترك أثرها على المدى البعيد على وعي الشعوب على الأجيال، وبمعنى أنه بنقدر نحكي بأنه إحنا اليوم قاعدين بنرسي قواعد ثابتة في الوعي العالمي. بكل تأكيد يعني تغير أو بدأ يتغير المزاج العام في كل الدول الأوروبية وفي كل دول الاتحاد الأوروبي بشكل سريع وواضح، وهذا سيكون له آثار إيجابية لصالح القضية الفلسطينية بكل تأكيد. حينما نقول أن المزاج العام يتغير، أي بمعنى آخر أن الوعي والحقيقة بدأت تشق طريقها، أن هذا شعب هجر قسرا من دياره وأرضه عام 48 والآن ما زال يقتل وينكل به، ولذلك الأوروبيين الآن ينادون بشكل واضح وبشكل سريع ولو بإعطاء الحق الأدنى للشعب الفلسطيني بأن هذه الأراضي قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية هي أراضي فلسطينية، وهذه بدأت يعني تشق طريقها بشكل صحيح، بما معنى أن سيترك هذا الأمر آثار طيبة وآثار يعني صحيحة وسليمة لعدالة القضية الفلسطينية. وأختي الكريمة، في كل يوم يزداد أنصار القضية الفلسطينية بشكل واضح وبشكل سريع، وهناك توسع أفقي في الشارع الدنماركي والشارع الأوروبي نصرة لعدالة القضية الفلسطينية. ولذلك نحن يعني نوصي إخواننا والجمعيات الفلسطينية والأطر الفلسطينية والنخبة الفلسطينية في كل عموم القارة الأوروبية بمزيد من الأنشطة المقننة، نعم وهذه مسألة في غاية الأهمية، أن نعمل في ظل إطار القانون، والقانون في أوروبا أعطانا الكثير ولنا الحق أن نعبر عن آرائنا بشكل صحيح وبشكل سليم. لذلك نوصيهم بعدم التوقف عن الحراك أبدا على الإطلاق، وثم أن يكون حراكا مقننا في ظل إطار القانون الأوروبي حتى لا يأتي المتربصون لكي ينالوا من هذا الحراك نعم الجماهيري العظيم الكبير الذي يجسد السردية الفلسطينية والرواية الفلسطينية بأحقية الشعب الفلسطيني بأرضه ووطنه وقيام دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بإذن الله سبحانه إن شاء وتعالى. الله. شكرا جزيلا لك سيد حسين خضر، رئيس المنتدى الفلسطيني بالدنمارك، كنت معنا
من كوبنهاجن. شكرا جزيلا لك، ويعني هذه الجهود الثمينة بأن تكون هذه الحركات في مثل هذا الوقت المهم بأن يكون داعما لغزة في هذا الوقت الحرج. والشاهد والواضح مشاهدينا الكرام من خلال هاي الحركات وأيضا تفعيل المقاطعة ودورها والحراك الشعبي بأنه مصطلح التطبيع رح يروح طي النسيان.